متى يجب الاغتسال الغسل؟ دبشاش تخم غسلر قشتيخور. إذا أسلم الكافر لابد يغتسل. جورر دينم خحانا وج إسلام رقشتانا وج قتوخوا بغسل جنر. أي إنسان مسلم يموت لابد يغسل إلا الشهيد. أو دقبسو تخور مسلمان دنيا مخجانا وج عار بغبسجنو غسل قتوخوا شهيدم قجنم جا. المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس لابد تغتسل. أو دقبسو تخبزر تخبزم ش قششيش زمانم يه تخبزر شخوانا وج أبي يشرق أو فأنا وج أبي يوجج غسر قشتانو قطوخوا. نعم، إذا خرج المني السائل الأبيض الذي له رائحة ويحصل بعده تعب للجسم هذا لابد من الاغتسال سواء كان مستيقظ أو نائم. أو دقبسو تخخم تخخم مني قيامة جياوي ريخ يم جياوي ريخ عرق قيامة بغسل قطوخوا. نعم، وكذلك الجماع. أو دقبسو تخو خمرة تخو خر تخو بزم يغسامة أبيج غسل قطوخوا.